اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم قبل ما بنبدا رحلتنا مع اجدع جدعان بلدنا، عايز اتكلم في بشرة خير لرجال صناعه الدواجن. الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بيشهر الان الشركه المصريه لتسويق الدواجن اللي طالما لدينا بيها. الان قطاع الدواجن في محنه، السعر في المزارع من 17 ل 20 جنيه للكيلو، الخساره لا تقل عن 3 ل 4 جنيه في الكيلو جرام الواحد. معظم المربين ما بيدخلوش كتاكيت، معظم شركات الكتاكيت بتعدم كتاكيتها علنا اللي ملوش سعر. ما كانش قدامنا غير حل واحد، الاتحاد العام لمنتجي الدواجن اللي بيضم كبار رجال الصناعه يتحرك. وفعلا تم البدء في إشهار الشركة المصرية لتسويق الدواجن، وده الشركة اللي هتكون مسؤولة عن استلام الدواجن من المربين وذبحها وتسويقها. المربي سيتعاقد مع الشركة وسيخرج تماما من منظومة التسويق. أنت منتج، إذا لا تفعل شيء سوى أن تكون منتج. أما التسويق فهو مسؤولية الشركة التي ستضمن لك كل حقوقك. المنظومة دي متطبقة في كل دول العالم بما فيها البرازيل، أعظم دولة بتنتج دواجن كصناعة، بعيدا عن مشكلة الحلال التي أثرناها 100 مرة. صناعة الدواجن ما زال فيها أمل، ما زال النبض ساريا، والإنقاذ ممكن لو أخلصنا النية. وكفى دعم للمربي الأجنبي. خليكم معانا عشان تشوفوا فقراتنا إيه النهاردة في برنامج الجدعان.